Bonjour. Yves Moine. Just welcome to Lebanon. لا أهلا وسهلا فيكم ببلدكم. كتير حلو هالاختبار اللي عم ينعمل كل سنة أكثر من سنة. أنا نلتقى بشبيبة فاتت على الإنترنت، شاركت كل السنة مع مدام هيام. وما بعرف إذا أنتوا ربحتوا ولا نحن اللي ربحنا أنكم هون. صدقوني مش مزح، نحن بنعتبر وجودكم هو شغله كثير كبيره، لانه لبنان هو رساله بكل ما الكلمه من معنى، رساله. عم نشوف اكثر واكثر كيف كل لبناني بالمطرح اللي هو موجود فيه عم يعطي كثير، بياخذ مركز بيرفع لنا راسنا. نحن كبطريركيه بلشنا اليوم نوعى إنه الكنيسة المارونية مانا كنيسة لبنان، كنيسة أصلة بلبنان ولكن هي موجودة وبقوة بكل مطرح، وهذا شيء نحن كتير راضيين فيه. يعني كتير منحب مطرح ما أنتم موجودين، ومنحب إنكم عم ترجعوا بهالاختبار مع مدام أيام وكل المؤسسة للإنتجار ترجعوا تكتشفوا ليش أنتم قبضيات، لأنه بالحقيقة أنتم طالعين من هيدي الأرض. هيدي الأرض منا لعبة ومنا كلمة، واليوم بدي أجرب شوي أنا وياكم من خلال الكتاب المقدس، لأنه هو شغلتي. لازم تكتشفوا أنه هيدا الكتاب المقدس لولا لبنان ما انكتب. يا جماعة الكتاب المقدس انكتب هون بهيدي الأرض وبيحكي لغة هيدي الأرض. لحديت هلأ مبين كل اللي عم قوله هو شعر، شوي شوي رح نفوت علم. اوكي، بعرف انه مدام هيام خربت القصه، قلت لكم بعد شوي رايحين على البيتش، معناتها هلا صرت تقولي كلكم عم تقولوا لي خلصنا بدنا نفل، بس ماشي الحال، طولوا بالكم، نتفي رح ننبسط. انا بتوقع انه كلكم سوا قريتوا شوي بالانجيل، اذا ما قريتوا كله ان شاء الله تكونوا قريتوا كله على قليل. الانجيل بتحبوه، بيعني لكم اي او لا؟ مهضوم الانجيل منيح مزبوط؟ ليه؟ بيحكي عن يسوع، بيعلمنا اشياء منيحه صح؟ خلوني العب دور الشيطان، غريبه مطران الشيطان، بس انه بدها تزبط ماشي الحال. بس اذا بنطلع بالانجيل مثل ما هو هيك، وأنا بتوقع أنه أنتم كمان مع رفقاتكم أكثر من 100 مرة انطرح عليكم أسئلة عن الإنجيل ما بتتجاوب عليها، ما كتير غريبة. ولو أول سؤال، ليه في أربع أناجيل مش إنجيل واحد؟ صح؟ شي مرة منتبهين أنه الأربع أناجيل أنه بكتير مطارح ما بيشبهوا بعضهم؟ زيت القصة أوقات الأربع أناجيل بيخبروها بأربع طرق كتير مختلفة. ذكرين مين اللي انتبه إنه المسيح قام من بين الأموات؟ كان في حدا قال شيء؟ مين كان في على القبر؟ ها؟ مين كان في على القبر؟ واضح إنه واحد حتى ما بيقدر يتذكر إنه هو كان في نسوان. ومنز صح؟ بإنجيل بيقولوا لنا مرة واحدة، يوحنا بيقول كانت المجدلية، إنجيل تاني بيقول كانوا اثنين، إنجيل ثالث بيقول كانوا ثلاثة، إنجيل رابع بيقول كانوا أربعة، وما بنعرف كم واحدة. كل الأشخاص هون بلبنان مثلاً، أخوتنا الإسلام عندهم مشكلة بهذا الموضوع، دايماً بيسألونا هذا السؤال، هذا الكتاب هو من الله؟ إنه ليه الله ما كان كتير منتبه شو بده يقول مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ وبعتقد كمان ببلدان الانتشار مع الأشخاص اللي هن منهم ملتزمين بالكنيسة بيسألونا زي الأسئلة، فإذا نحن ومعهم حق وليه ما عندنا أجوبة؟ سؤال تاني، ملاحظين إنه الإنجيل ما بيخبرني عن فترة اللي كان يسوع بيعمركم أو أصغر شوي؟
بيخبرني شيء عن هالفترة مزبوط؟ ببلش يحكي وقت اللي يسوع صار عمره 30 ومن صفر ل 30 شو؟ وبتعرفوا قد ايه بيطلع نظريات على انه يسوع وين راح وين تعلم وشو قال، لدرجة الناس بيقولوا لنا راح تعلم السحر مشان هيك صار يعرف يشفي. مين خبرك انه ابن الله؟ خبرية هيدي ابن الله؟ لا لا، راح تعلم يوغا بالهند ورجع مشان هيك هو صار توماتيرج بسموه هيك. وشو بدنا نجاوب؟ اوكي، قد ما بدكم فيني حط اسئلة من هالنوع. اليوم بدي اجرب انا وياكم نجاوب عليها. والجواب الاول هو انه الانجيل هو لبناني، وهلا بتفهموا علي شو عم بقول. من كتب بهيدا المنطق الغربي اللي بيروح واحد اثنين ثلاثة أربعة بالغرب بنفكر هيك، وهذا شيء منيح، بس بالشرق عندنا غير طريقة بالتفكير. تنطلع من الأسئلة ونبلش نخبر. الإنجيل أو العهد الجديد بتعرفوا شو أول شيء كتب فيه؟ مش الإنجيل، مش النص اللي بيحكي عن يسوع. أول شيء حكى فيه أول شيء كتب فيه هن الرسائل. تعرفوا الفرق بيناتهم بين الإنجيل والرسائل؟ أول شيء كتب بالعهد الجديد هن رسائل بولس ومش الإنجيل. لبل إذا بدكم المضبوط بالأساس، حتى يسوع ما كان بده أنه الإنجيل ينكتب. بآخر حياته وقت اللي يسوع ودى الرسل ما قال لهم أبداً أنه يكتبوا. ذكرين هيدي الجملة اللي بيقول لهم إياها قبل ما يطلقون؟ اذهبوا شو؟ أيوة، وتلمسوا وعلموا وبشروا وعمدوا. بدكن ياه ماشي الحال، بس ما قال لهم ولا مرة اكتبوا، ولا مرة. لكن حتى يسوع إذا بدكن المزبوط ما كان بده أنه ينكتب كتاب. رح خبركن ليش. قدي معي وقت؟ أوكي يعني ماشي يلا. بمرة من المرات تقلكن ليش ما لازم ينكتب بالأساس، بعدين منيح ينكتب منا كاسي. بمرة من المرات بكتاب من الكتب القديمة بيخبرونا أنه في معلم لاهوت كتير كبير قاعد مع طلاب وعم يعلمهم درس باللاهوت. وقت اللي خلص خطر براسه هيك يطلع عن الموضوع، بيقوم بيسألهم سؤال. عم نحكي من 2000 سنة، بيسألهم برأيكم شو الأفضل؟ إنك تخبر ابنك قصة من الإنجيل أو إنك تهديه كل الكتاب المقدس؟ بهديك الأيام من 2000 سنة الكتاب المقدس كان مخطوط بخط الإيد، معناتها كان حقه بلوي كتير غالي، ما كانوا ناس يقدروا يشتروه. مشان هيك كل التلاميذ الموجودين قالوا له أكيد يا معلم إذا منقدر نهدي ابننا الكتاب المقدس بيقدر يقرأ اللي بده إياه. بيقوم هو بيجاوب وبيقول لهم لا، أنا إذا بتسألوني بلاقي أفضل بكتير إنك تخبر ابنك قصة من الكتاب المقدس. سألوه ليه؟ قالوا ليه؟ إذا بتهدي ابنك كتاب مقدس في احتمال من اثنين، إما إنه يقرأ أو ما يقرأ، وأغلب الظن probablement مش رح يقرأ. ولا ما بيشبهنا، أنا كمان عندي كومة كتب هيك على المكتب ما بدي إيدي عليها يا خي. فرضاً إنه قري، في احتمال من اثنين، إما إنه يفهم إما إنه ما يفهم، وأغلب الظن ما إنه طالع على بيه مش رح يفهم. تسلمني ولو بهش الحال. إذا ما فهم رح بيسكر الكتاب ويقول لك شو هالكتاب اللي جايب لي بيه ما بينفهم منه شيء، و
وراح بيحطوا على الرف وراح بتكون اخر مره بمد ايده فيها على الرف المبرد. اما اذا خبرت ابنك قصة من الكتاب المقدس انت اكيد انه رح يسمعها، مش لانه مهتم، لانه انت نيقة. كل ما هو غمضت عينه بتنقزه هيك بتقوله هيك عم بحكي معك فيك اشوف، صح ولا لا؟ وانت اكيد انه اذا ما فهم رح يسألك، مش لانه مهتم بس تينتقد. بابا شو هيدا اللي عم تخبرني ايه؟ فهمنا شيء. بيكون عندك مجال انك تشرح له اياها، وهيك بتكون اكيد انه على القليل قصة واحدة من الكتاب المقدس فاتت براسه. كل اللي قلتهم هولي منهم مهمين. هيدا المعلم بيختم هالقصة بجملة كتير اساسية، بيقول لهم لتلاميذه، رح نقولها من نحو الغربية هيك، ان الايمان حي عايش، ينقل من حي إلى حي، أما الكتاب فهو ميت. وبيقصد بالكتاب الورقة، لكن الإيمان بينتقل باللقاء، بإن نلتقى، بإني شوفكن، شوفوني، نعيش مع بعضنا، مش بإني أكتب ورقة وبديلكن إياها. فهمتوا ليش المؤسسة بعد ما التقيته فترة طويلة على الانترنت وراء أو صفحات أو إيميلات أو اللي بدكن إياه، هون هلأ بتصير الشغلة. مشيتكن على لبنان شو الأهمية تبعيتها، مش شو بتعملوا، اعملوا اللي بدكن إياه. إن شاء الله ما بتنتبهوا ولا مرة على محاضرة، بتمنى، بس حتى مش هيدا هو الأساس. الأساس إنكن هون. نحن مبسوطين إنكن جيتوا، بنحب إنكن تستفيدوا أكثر، إنكن تسمعوا أكثر، إنكن إيه، بس مجرد إنكن فتوا على الإنترنت معناتها أنا بعدني بعني لكم مرسي، كسبنا. مجرد إنكن ضليتوا معناتها بعني لكم كثير. مجرد انكم ركبتوا بالطياره وجيتوا لهون معناتها عملنا خطوه لقدام. لكن اللي عم نعمله هلا اسمه انجيل، اسمه انه عم نلتقى مع بعض. بلشت الكنيسه هيك هيك، ناس بتحب بعض، اوكي عاد اسمعوا منيح، بيخبروكن انه بالزمانات بالقرون الاولى يا ناس شو كانت تحب بعضها، يا الله كانوا كلنا وادم، يا جدي كانت المحبة تالي قلوب الناس. بتصدقوا هذا الحكي؟ بتصدق؟ جدي ده كتير بالحقيقة مش مظبوط. اذا منقرأ برسائل بولس ليش تكتب رسالة؟ منفهم ليش الواحد بيكتب رسالة؟ بالحقيقة لأنه في مشكل. بولس مش إنه قاعد ما عنده شغلة، لا لا لا، خبروه إنه صاير مشكل بالجماعة الفلانية، لذلك أخذ ورقة وقلم وبلش يكتب. إذا نقرأ، يا ريت معي كتير بالوقت، ببلش يقطع برسالة غلاطيا مثلا ببدايتها، هيك ببلش كلامه معهم، عجبت لسرعة ارتدادكم عن الذي دعاكم بنعمة المسيح. غريب كيف دغري تركتوا الإيمان وبلشتوا تشكوا، بطلتوا تصلوا، بطلتوا تجوا على الكنيسة. لذلك بيكتب الرسالة يرجع يشجعهم، تقووا، قوموا، ما تتراجعوا ولا ورا، ماشي؟ فإذا الكتاب المقدس بلش لأنه الجماعة واجهت مشاكل كان لازم نحلها. بولس، بطرس، رسل اللي هن مسؤولين عنها حاولوا عبر الرسائل أنهم يحلوها. تعرفوا قد ايه كانت كبيرة هالمشاكل؟ قد ما بدكم تقولوا، لدرجة أنه
رسالته لأهل غلاطية بيقولن شغلة، إذا بيجي حدا وبيبشركن بشي تاني بيبعدكن عن إيمانكن، وحتى ولو كان ملاك من السماء بتكحشوا لبرا. هالكلام اللي فيه هالقد غضب دليل كم مرة بولس حاول إنه يرجع يثبت الجماعة وما ثبتت معه. منتبهين إذا بتريدوا إنه بالعهد الجديد في شيء اسمه رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، وبعدين الثانية إلى أهل كورنثوس، الأولى لتسالونيكي والثانية لتسالونيكي، لا عم يودي رسالتك؟ لأنه أول مرة إنه ما كتير زبطت، طر يرجع يودي رسالة تانية، والأولى لكورنثوس وحدة تانية، لدرجة إنه بالآخر بصير يقول لهم هيدي الرسالة بتقروها بكل المدن. لا هيدي المشكلة موجودة وين ما كان، الكل اسم الله عايشينا. شو عم بستفيد من هيدا الكلام؟ لكن الكنيسة الأولى اللي أسسها يسوع المسيح ما كانت عايشة بسلام، ولا مرة كانت مرتاحة، كل عمرها فيها مشاكل، ومشاكل كتير كبيرة واضطهادات واللي بدكن اياه. ماشي؟ لكن اللي عاشوا لبنان بالسنوات الأخيرة منو شي جديد. المشاكل اللي عم تسمعوا عنها من داعش وغيره والأشياء اللي عم بتصير اليوم بأوروبا، هيدي مش أول مرة بتصير بتاريخ كنيستكن. مش رح تخلص الدنيا هون، منكن أول جنراسيون بتعيش مشكل ولا آخر وحدة. وهيدا الله اللبناني اللي عرف يحافظ على كنيسته رغم كل الاضطهاد رح بيحافظ عليكن إذا بتحافظوا على حالكن، إذا بتضلوا واقفين. مسجدكن على لبنان أهميتها تشوفوا أرض تعذبت هالقد لبس بعدها رافعة راسها. نحن اللي هون بعضنا أبضيات، نحن بدنا إياكن تجوا مش لأنه بدنا منكن شيء، نحن ما بدنا منكن شيء، بدنا إياكن بس تشوفوا هيدي الأرض قديشها قوية. وقت اللي بتطلعوا على وادي النوبين هونيك رح بتشوفوا جدودكن قديه كانوا رجال، حفروا الأرض، زرعوا الوعر تما يعوزوا حدا، تما يوطى راسهم، تيضلوا كبار. أهلكن تركوا هيدي البلد وقت المعاد لقيوا لقمة طعموكن إياها، تضلوا رفعين راسكن، تضلوا أبضيات. أنتوا هون لبنانية وهونيك لبنانية، وين ما كنتوا لبنانية، طالما عندكن كرامة أنتوا لبنانية، طالما عندكن عزة نفس لبنانية، يوم اللي بتنكسروا نحن ما بقى بدنا إياكن تكونوا لبنانية. هيدي كنيستكن بلشت هيك بالتعب بالمشاكل، وعرفت تحلها، عرفوا يوقفوا مع بعضهم. برجع نطفي لموضوعي، المرحلة الثانية منه. جربوا الرسل مثل ما قلت لكم مرات كثيرة انهم يحلوا مشاكل الجماعة عبر رسائل، كل مشكل يودوا رسالة، الأولى لتسالونيكي، الثانية لتسالونيكي، أولى كورنثوس، ثانية كورنثوس، فيليبي، فيليمون، روما، اللي بتكون 13 رسالة بيكتبوا البولوس. بعد 13 رسالة فهم بولس انه الظاهر مش رح يمشي الحال، المشاكل ولا مرة رح توقف. فهم انه ما فينا نكمل هيك، ننطر تطلع مشكلة نقوم نجاوب عليها، ما فينا نكمل هيك، ما في جماعة بتنبنى بها. لذلك الرسل كلهم سوا بلشوا ينتبهوا انه اجا الوقت انه يصير عندي نص يساعدني شو على حل كل المشاكل، نص يساعد اللي بدهم يجوا بعدنا انهم يعرفوا شو هي الطريق اللي نحن مشينا عليها. اوكي،
هذا النص شو لازم يكون فيه بقلبه؟ تعاليم، إرشادات، نصايح، اختبارات، ماشي؟ مين ممكن يعطينا تعاليم؟ أحسن واحد يسوع. مين ممكن يدلنا على الطريق؟ يسوع هو قال أنا الطريق والحق والحياة. بيقوموا الرسل ببلشوا يتجمعوا تيتذكروا شو علمهم يسوع، شو قالن، جربوا يتذكروا وقت اللي كانت تصير هالمشكلة يسوع شو كان يقول أو شو كان يعمل، كيف كان يحلها، ماشي؟ لذلك النص اللي انكتب هو نص بيساعدني على حل المشاكل. يا ريت هيدي بس الطلاق. الإنجيل هو نص بيساعدني على إني حل المشاكل. تقدر أعيش أفضل، تقدر أعمل مشاكل أقل، تحت لي أقدر أستمر، صح؟ لكن الإنجيل هو نص بيساعدني على إني حل المشاكل. هلا صار فيكم تفهموا، صار فينا نجاوب على أول سؤال طرحناه. لكن الإنجيل منه قصة حياة يسوع، واضح؟ لذلك ما اهتموا إذا كانوا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا يكونوا عشر، فرقاني معي، مش هيدا هو الهم. ولكن ممكن هيدا الموضوع يساعد. أنا مني بحاجة لقصة حياة يسوع. ما تنسوا أن الإنجيل كتب بالبداية، فإذا الناس كانت بعدها بتعرفوا ليسوع ما كانوا نسيوه. هني من بحاجة حدا يخبرهم ما تخزني شو كان يسوع يحب أكتر، هامبرجر ولا البيتزا، مش هالقد كان فرقاني معهم الموضوع، خاصة أنه كانوا بعدهم بيعرفوا شو كان يأكل، ما بيأكلوا مثله، واضح؟ هن بحاجة لشيء يساعدهم على الحياة. لذلك سؤال نتفي دقيق، نتفي صغيري، الرسل هن وعم يكتبوا الإنجيل بمين كانوا عم يفكروا؟ كانوا عتلانين هم مين؟ حالهم. وما كانوا عم بيفكروا بيسوع، ماشي؟ نقطة الاهتمام السنتر دي لاتنسيون ما كان يسوع. ليه؟ لأنه أصلا يسوع منه المشكلة. ليه؟ لأنه الإنجيل مكتوب من ناس مآمنين بيسوع لناس مآمنين بيسوع. من كتب الإنجيل لناس منا مآمنة أو ما بتعرف الله؟ لا، كتبوا لتلاميذهم. لذلك المشكلة ما كانت إذا يسوع ابن الله ولا لا. وتصوروا بشرفكم أن نجيبكم أنا من 20 بلد تجي معنا مدام أيام، نقعد هون، اطلع أنا وقف بدي أخبركم الخبرية، نعم يسوع ابن الله، طلعوا فيه هيك أنه هلأ فعنا السفرة كلها تتخبرنا الخبرية، ما معنا خبره، ما بالتعليم المسيحي قالوا لنا إياها، واضح؟ ما كان هيدا هو الهم. طبعاً ما كان الهم يجي يخبرهم يسوع هو صغير شو عمل، مش هيدا هو الأساس. من كتب إلا يلي بهم حالهم. لكن أنت وعم تقرأ الإنجيل أنت عم تقرأ قصة مين؟ قصة مين؟ قصة حالي، قصتي أنا، أنا كيف لازم أعيش، أنا كيف بوصل للسعادة، أنا كيف بنجح بحياتي، ومش يسوع شو عمل. كل مرة بتكونوا عم تقروا فيها الإنجيل أول سؤال لازم تسألوا لحالكم، أنا وين بهيدا النص؟ أنا مين بهيدا النص؟ أوقات بنكون حدا من التلاميذ كون زبطة معنا بهديك الأيام، أوقات بنكون حدا من الفريسيين، ياه ده أنا بلاقي حالي هيك عم نأكل الوقت، مش عجبني العجب،
اوقات بلاقي حالي لا المريض تعبان، اوقات بلاقي حالي عم بتفرج مش كثير فرقاني معي، وكل مره بلاقي حالي بالنص ببلش اقول شو عمل يسوع مع هيدا، شو عم يعمل معي، شو عم بيقول لي، كيف بيطلعني من هالحاله. بهداك الوقت بكون عم بقرا انجيل صح، بهداك الوقت بكون عم بقرا مزبوط. لذلك نحن اليوم منسمي الانجيل دستور حياه المسيحي، دستور، ما بنسميه قانون، لانه القانون بيفوت كثير، بنقول بالديتيلز بيسوى ما بيسوى، حلال حرام، طلعت خيي مش هيدا هي المسيحيه، الله يخليكم. دستور بيعطي الطريق، التوجه الواسع، وانت على هيدا الطريق بتلاقي حالك كيف لازم تمشي حسب المجتمع، حسب الزمن، حسب البلد، حسب الوضع، انت كمان لك دور فيه. هو بيدلك على التوجه العام، ماشي؟ بختم كل هيدا الموضوع. لذلك الانجيل لازم اقول شغلي قبل تقدر وصلكم عليها، شغلي بعد دقيقتين وبرجع بختم. لذلك ممكن تسمعوا كتير اذا كنتوا عم تقروا حول الانجيل وخاصه الانتقادات، ممكن تسمعوا اشخاص بيقولوا لكم انه بالانجيل في نصوص يسوع مش قايلها، وبتعملوا شوك. اه مظبوط، ايه كتير لا بأس. الأصعب من هيك إنه اللي دلت الدراسات على إنه نصوص يسوع منا قايلة طلعت أحلى نصوص. مثلاً بعدكم ذاكرين نص الابن الضال، هيدا اللي بيترك بيته بيكون زلمة عنده اثنين وبيروح وبيأكل مع الخنازير وبيرجع، واو نص ليش حكيونا عنه؟ إيه هيدا يسوع مش قايلة، هيدا قالوا الرسل. دايما بنعمل شوك بس نعرف هيدا الموضوع. بس اذا هلا فهمتوا علي كيف كنت عم بعرض الموضوع، الموضوع صار كثير سهل، لانه بالحقيقه الرسل بوقت من الاوقات وقع مشكل، جربوا يتذكروا اذا كان يسوع قايل شيء مباشره عن هيدا المشكل، ما كثير بيتركوا الجماعة بقلب المشكل؟ أكيد لا. بيقوموا بيقولوا لو كان يسوع محلنا شو كان قال؟ كيف كان تصرف؟ نحن اللي عشنا معه واللي اختبرناه واللي سلمنا مسؤولية إننا نهتم بهيدي الجماعة، شو لازم نقول؟ وقالوا. مشان هيك إذا بدكم كتبوا أحلى نصوص، لأنه ما قبلوا يكتبوا شغلة إلا ما تكون كتير مدروسة منيح، انطلاقاً من حس المسؤولية. من هون صرنا نعرف إنه الإنجيل منه كتاب حدا كتبه بالسماء وبعث لي إياه بالبريد. هيدا كتاب مين كتبه؟ الجماعة، جدودي، أهلي. لمين؟ لألي. عن مين بيحكي؟ عني أنا. صار فيكم تفهموا إنه الإنجيل أنا اللي كتبته لألي، تعال أعرف عيش. قوة الإنجيل، رجعت على الخاتمة، خلصت هيك كنت أرجع على الخاتمة، لكن قوة الإنجيل هي التالي. جدي لقى السعادة، قدر يعيش حياة حلوة مع يسوع رغم كل الصلبان اللي فيها، وجدي كل همه اني انا انبسط مثله. بيقوم بيقول لي يا جدي
أنا ما فيني خبرك إلا أنا كيف انبسطت، رح خبرك إياهم. إذا بتعمل أحسن منهم خير وبركة، بس على القليلة أنا رح أقول لك أنا كيف انبسطت، رح أقول لك أنا شو اختبرت. لذلك الإنجيل عم يقول لي أهلي وين لقوا السعادة، وهدف الإنجيل شيء واحد، إنكم تكونوا مبسوطين وبس. الإنجيل هو الكتاب اللي بيجرب يخليكم تكونوا مبسوطين. لذلك حتى باسم يسوع بقدر أقول لكم، إذا بتلاقوا السعادة بعيد عن الإنجيل تركوه، ما تتكمشوا، تكون مبسوط أكثر. إذا بتقولوا لي لقيت السعادة غير مطرح، همي الوحيد، حبي الوحيد، خوفي الوحيد أنا ككنيسة لألكم أني اختبرت أنه بعيد عن الإنجيل للأسف ما في سعادة. لذلك عم ندعيكم عليه لاختبار أهلكم وجنودكم. كتار بيسألوني آخر شغلة، شو اللي بيأكد لك أنه هيدا الإنجيل مقدس؟ شو اللي بيأكد لك؟ مين خبرك أنه هيدا كلمة الله؟ أنا عندي فرد جواب، هيدا الكتاب طلع لي ما شربي زرتوه، جيبوا لي كتاب تاني بيطلع شرب تاني دعمل لك إيه إنجيل، ونقطع السطر. لا تحاورني ولا تناقشني ولا تتشاطر علي، هذا الكتاب ببساطته عطاني قديسين هالقد كبار اعمل مثلن وخذ بدك، خذ بدك، ما عندي مشكله. لذلك كمان زيارتكم لهيدي الارض مليان قديسين بتخليكم تفهموا هيدا الانجيل مين اللي كتبه وكيف عاشوه، كيف حافظوا عليه، وشو عطى ثمار. على هالأساس إذا أنتم بتضلوا متكمشين بهيدي الطريق رح توصلوا لزيت المطرح. شكرا. أنا تركت شوية وقت إذا في أي سؤالات حتى لي ما أخذ كثير من وقتكم. أنا ما بحب أقعد، فيني ما أقعد. هيدا زين بقدر أخذ هيدا، ما في مشكلة، بقدر أوقفوني. في داعي تسلمني حبيبي يا بونو. Thank you, Elby. Questions? Okay. أو حتى تعليقات فيكن تقولوا لي بدكن إياه بالموضوع أو حتى براته كمان مش مشكلة. Thank you. أي في عنا هون وهون. Thank you. Good morning, Father. I just wanted to know your opinion on suffering. Why does God give us suffering? What is? Why does God give us suffering? I want to know your opinion on it. Can I just add that there's a lot of argument that, you know, if God is a good God, why does he give brain cancer to children? صحيح. So I want to know your opinion on صح. فإذا السؤال هو حكيتنا كثير عن الألم، ليش وين الله من الخبرية، وإذا كان الله منيح ليه في شر. موضوع اليهود كتير كبير وكتير حلو، تعطوني عليه كم دقيقة. ليه الله خلقنا؟ سبب واحد وحيد، لأنه بيحبنا. صح عال. شو بده منا؟ شغلة واحدة، إننا نحبه. صح؟ كي؟
إذا مش موافقين دغري قطشوني. كل شيء بالدنيا بقدر اجبرك واجبرك تعمله الا انك تحبني، صح؟ تعرف اني فيني اجبرك تتجوزني؟ وحياة عيونك انت بلبنان بحط الفرد براسك بخدك على انجلترا بتجوزك، بس رح بتحبني؟ مش بالضرورة. لذلك الحب هو علاقة حرة بالضرورة، لازم تكون حرة. لذلك الله مجبور يخلقني حر، وإلا ما بتزبط. وهون كل القصة، هو ما بيقدر يلغي لي حريتي، ما بيقدر. الحرية هي إني أقول إيه أو لا، صح؟ كل مرة بقول إيه لالله ولمشروعه كون عم بعمل خير، كل مرة بقول لا لمشروعه بكون عم برفض الخير، وهيدا هو الشر. شر ما حدا خلقه، الله خلق خير. إذا فتت بقلبه بكون خير، إذا قلت له ما بدي بكون شر. لذلك ما حدا خلق الشر، الشر هو رفض. من هون منشوف شر بالدنيا، والله ما بيتدخل لأني أنا حر. دايما بصلاتنا منقول له يا رب ضرب الشرير، والله من فوق بيقول لي ولو لحظة طول بالك علي، ناسي انه هيدا الشرير هيدا ابني وبحبه، ايه ما راح اضربه. انا قلت ايه وقلت لا. بوصل لأول سؤال، طيب وينك من كل هالقصة؟ وقت لي انا بنوجع انت وينك؟ مين اللي قالك انه الله مش موجود؟ بيكفي تجي على لبنان تتشوفي انه الله كان موجود رغم كل الوجع، بعدنا موجودين، بعده كل العالم بيطلع علينا بيقول هيدول كيف بعدهم موجودين، حاولنا مليار مرة أن نقتلهم وما قدرنا، لأنه لو ما كان الله معنا لا أنا ولا جدك ولا جد جدك كانوا بعدهم. مزمور 124 بيقول إن لم يكن الرب معنا، قلها يا شعب الله، إن لم يكن الرب معنا لابتلعونا أحياء، كانوا بلعونا لأنهم ما قدروا يبلعونا. هذا معناته الله موجود معنا، حامل الصليب معنا وبيعزينا، بيعطينا فرح قد ما بدك تقولي. أنا ما لحقت الله وكرست حياتي لأله لأنه كتير طلع على بالي إن وجع، أبدا. أنا تركت كل الدنيا ولحقت الله لأني ما لقيت حدا أكرم منه، لكن ما في حدا أكرم منه تعطيه هالقد ويردلك هالقد. أنا مصلحجي، ولك ليه لأنه عم يعطيني، ولك ايش بيعطيني، مصلحجي مصلحجي. وكلنا لازم نكون هيك مع الله، كريم قد ما بدك تقولي قولي. وانا الموجوع بشهد اكثر من غيري انه ايه هو اكرم واحد. ثانك يو. بونجور الي خليل اسمي. انا عم بقرا الانجيل، وين لازم ضلني راقب اكثر شيء وانتبه لأعرف الخبريات اللي قلت عنهم إنه ما قالوا إنه هو يسوع؟ ما قالوا يسوع. وين أكتر شيء مكتوب عندهم القصص؟ هيدول منسميهم كومنتير سيانتيفيك، عرفتي؟ إنه هيدول كتب العلمية موجودين. هلا بدي أقول لك إنه هن كل واحد مئات صفحات. سؤالي أنت بيهمك الموضوع؟ إذا بك تقول لي إيه بقول لك ما عندك حل، تسلم لي إلا تاكل الضرب اللي أنا أكلت وتفوت تدرس لاهوت، لأنه هيدا شيء علمي. فيك تدرس لاهوت؟ نعم. نحن بلبنان عندنا 4 كليات لاهوت للعلمانيين، عندنا هون بالجامعة بالكاسليك عندنا كلية لاهوت للعلمانيين أونلاين، يعني وين ما كنت فيك تدرس معنا. وبدعيكم إذا بتحبوا جديا، نحن وهي بالعربي للعرب عندنا 350 طالب عربي بيدرسوا لاهوت معنا. هيدا هون صار موضوع دراسي مفتوح للكل طبعا، بس اذا ما عملنا دراسه انا بدعيك تقرا الانجيل كله سوا انت وعم تقول هيدا كتبته لكنيسه لراسه يسوع وايديا جدي واجريا بيي وانا قلبه، هيدا كتابي انا بغض النظر عن مين قال هيدي الكلمه. اوكي.
كيف بنجاوب؟ كمان هذا الموضوع سمعتوا السؤال ما هيك؟ أي. أوكي. هذا الموضوع انطرح على الكنيسة. بلشنا نشتغل عليه ككنيسة من سنة 1500 تحديدا 1550. عم بقول هول الأرقام بس هيك إنه بين قدي بعرف بس ما أكتر من هيك ما تحفظهم شو بدك فيهم. الحل الوحيد كان تقدر أكد إنه الإنجيل ما تغير إنه نجيب المخطوطات مانسكريبت اللي باللغة الأساسية اليوناني من كل العالم أقدم مخطوطات من كل العالم ونحطهم حد بعضهم ومنقارنهم إذا لقينا النص هو ذاته معناته ما تغير عندي مخطوط من القرن الثالث رابع خامس عاشر وكلهم مثل بعضهم عندي مخطوطات من تركيا من فرنسا من أفريقيا وكلهم مثل بعضهم شو معناتها؟ معناتها ما تغير بلشوا العلماء يعملوا هيدا الشغل اللي منسميه كريتيكا تكستوس لكريتيك تكستيال تكست كريتيسيزم ماشي الحال فيك تفوت على الانترنت إذا إذا جلدك طويل إذا بالك طويل تقرأ عنه المهم أنا رح خلص قد ما بقدر بلشوا العلماء يجمعوا المخطوطات كانوا متوقعين يلاقوا كم مخطوط عم نحكي مخطوطات قديمة 1500 سنة مدى بدهم يكونوا انه 10 20 30 100 5700 مخطوط عنا ياهن اليوم 5700 مخطوط بتفوت على ويكي بيديا بتحط نيو تستامنت جريك مانسكريبتس بتلاقي ال 5700 محطوطين بأرقامهم أقدم واحد سنة 125 من القرن الثاني ماشي جدودك الرهبان الأبضيات 500 سنة اشتغلنا حطوا ال 5700 مخطوط حد بعضهم وقارنوهم كلمة كلمة تعرف شو يعني كل العهد الجديد كلمة كلمة ولا إنجيل متى بيبلش إنجيل أو كتاب حياة يسوع المسيح ابن داود هيك ببلش كتاب حياة يسوع المسيح ابن داود يعني أخذوا كلمة كتاب الروا 5700 مرة حياة 5700 مرة يسوع المسيح ابن داود من أول إنجيل متى لآخر رؤيا يوحنا كلمة أمين 5700 مرة وسجلوا كل الأخطاء الواردة ماشي شباب النص هو ذاته 5700 مرة أصحابك رح بيفوتوا على الإنترنت ويقولوا لك المطران كذب عليك لأنه لقيوا هول العلماء 50 مليون غلطة بهول المخطوطات صح صح 50 مليون غلطة ليه؟ لأنهم الرهبان اللي اشتغلوا ما تركوا فتفوتي إذا في حرف مغير كتبوه إذا في كلمة محطوطة قبل كلمة كتبوه ولموا كل الأغلاط بس اللي بيقلك إنه في 50 مليون غلطة ما رح يقلك إنه 90% منهم أخطاء تايبينج بالهي تايبينج جرب اكتب أنت اليوم صفحة على على الوورد بدون ما تفكر فيها وشوف كم غلطة بتعمل فيها وخمسين مليون غلطة على 5700 مخطوط مش على مخطوط واحد ومن الباقي عنا 90% أخطاء جاية من السمع لأنه كان واحد يقرأ والتاني يكتب فيمكن ما سمع مظبوط غلط بالكتيبة
و 90% أخطاء إنه أفى سطر، لأنه أنت وعم تقرأ وقت توصل للآخر أنت وراجع ما بترجع على سطر، ترجع اللي تحت منه. بعد ما نعمل كل هيدا الشغل اللي أخذ 500 سنة، بعد عنا 5 كلمات منشتغل عليهم اللي شوي مغيرين. واحدة منهم برسالة بولس الثاني لأهل السالونيكي، هو عم يحكي عن تلميذه تيموتاوس، بيقول عنه بعض المخطوطات بتقول انه خادم الله، مخطوطات تانية بتقول انه شريك الله. واو، كتير صعب يا زلمة. اليوم عندنا نص اسمه الجريك نيو تستمنت بالانجليزي، باليوناني هو بس اسمه هيك جريك نيو تستمنت، اللي هو النص اليوناني المصحح والمقبول من الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية وكل الكنائس البروتستانتية على أنه النص الصحيح. آخر شغلة بدي أقول لك إياها، ما في كتاب بالدنيا، ولا أي كتاب بالدنيا، ولا أي كتاب بالدنيا عنده 5700 مخطوط. ما في ولا أي كتاب بالدنيا عنده مخطوط هالقد قريب عليه سنة 125، يعني بعد حوالي 30 سنة من كتابته. وما في ولا أي كتاب بالدنيا انشغل بدقة علمية قد الإنجيل، اللي بعد بيقول لك إنه الإنجيل مغير أحسابي أنا. طلعت إيدك وبقف إيدك تسفو على تمه وبتهر له سنينه، أحسابي أنا، لأنه هيدا شخص لحب يقرأ ولا طالع على كل هيدا الشغل اللي عملناه. ما حدا له حق ينكر لنا إياه. رد علي علم بوقف قدامك على عيني وراسي، بس هيك حكي غير مسؤول لا ممنوع. أنا هون إيه بليز. أوكي أنا أنت ما بدكم بضل ما عندي مشكلة. بونجور تمر عزام من كندا، بدي أسألك إذا في شخص بنعرفه ماشي بخط مش منيح، شو فينا نعمل إحنا لنرجع على الطريق المضبوط ونقدر نرجع من الله؟ نفس القصة اللي خبرتك إياها بالأول، أن نروح لعنده ونقعد معه. بدي أقول لك شغلة وعم بحكي باسم الكنيسة، لكن ما في إنسان عاطل على وجه الأرض. الإنسان العاطل هو إنسان مجروح من أهله، من رفقاته، من المجتمع، من الأيام، من خوري شهد قدامه شهادة غلط، اللي بدك إياه. لذلك كل إنسان عم بيجابه العالم بشراسة أو لمبالات أو بأي نوع من الطرق المنة منيحة، هيدا شخص مجروح. وبالحقيقة هو عم يعمل هيك بس تيقول أنتو جرحتوني، تيعود، تينتقم. هو هيك بيفكر، بس هو بالحقيقة بيكون عم يحاول يعود أو يخبي. لذلك هو بحاجة لشيء واحد، الحب. روحي لعنده وقعدي. يسوع وقت اللي قالنا أحبوا أعداءكم، ما كان عم يعلمنا شغلة غبية إنه أنا إيه هيدا اللي ما فرقاني معي وضربوني بليز. لا 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 لا، يسوع كان عم يعطيني الحل للسلام بالعالم. عدوك هو عدوك لأنه ناقصه حب. بدك تعيش بسلام، الحل الوحيد انك تحبه. اذا بتضربه رح بيزيد. بدك سلام بك تحبه، مكلف ايه، بس ما في حل تاني. لكن يسوع شخص منطقي منطقي. وقت اللي صرت خوري كان اكتر شغلة ما بحبها وبعدني ما بحبها اني روح عند ناس ما يطلعن حدا. وهيدي شغلتي مظبوط، انه بدي روح شو بدك تقيلي لهم؟ وقت اللي بيكون عندك أم لا سمح الله ابنها ميت، شو بدك تقولي لها؟ الله بيحبك، شو بدك تقولي لها؟ وكل اللي عم يعملوا اخواني بيسألوني شو منقول، أنا بجاوب دايما زيت جواب ما تقولوا شي، خي روح اقعد. وبركي صاروا يعيطوا، طب ما تركن يعيطوا. طب إذا مش قدامك بدهن يعيطوا قدام مين؟ وبركي سبوا لك، تركن. إذا ما فشوا خلقهم معك مع مين بدهن يفشوا خلقهم؟
صدقيني كل مرة بعيش هيدا الاختبار، مش كل مرة، خليني أقول 80% من الأوقات، بعد ما هالمدام تقول اللي بدها إياه ترجع بتخبرني وبصير تبكي وبتقلي صلي لي بركي الله بيكون معي. إيه ناس طيبة، ناس طيبة، لذلك لازم نكون من لازم نحبهم تيرجعوا يلاقوا حال. خليه إياك أنا ما بوقف، ما عندي مشكلة. إيه صلي بعد صلاة. بعد صلاة صغير. نحب عدائنا. ما بسمع. هيك مكتوب يعني الإنجيل. الله أعطانا الحل. بس نحن المسيحية كل تاريخنا يعني هون خاصة المشرق الأوسط كلنا دائما كل كونكيري اللي عملوا كونكات دوت سوكي مزبعتها كل البلدان اللي حوالينا نحن مضطرين كنا ندافع عن حالنا. طبعا كيف بندافع عن طبعاً. 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 طبعا 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 شكرا على السؤال. المحبه ما بتنفي العدل، لحظه ما فيني حبك بلا عدل، ماشي الحال. المحبه مش معناتها اني اتخلى عن حقوقي، لا، هيدا اسمه ضعف شخصيه. لا 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 اوعك رحتوا على اسحية شيء. يلا اذا رحتوا على اسحية وفتوا على المتحف باخر اوضة اسحية فيها ثلاث نساك وباخر اوضة فيها ست بواريد، ابه ماشي الحال. مش معناتها اني انا بتخلى عن حقوقي. حبك معناتها لو كنت عم دافع عن حقي لاخر دقيقة بس شوفك جريح بوقف حدك. قادر اقول لك كلمه منيحه بقول لك اياها، انتبهت علي؟ ولا مره بتراجع. بس معناتها انا ما ببادل شر بشر. الدفاع عن النفس هو بالكنيسه واجب مش حق، واجب. ليه؟ الحياه مين عطاك اياها؟ ملك مين؟ ما لك حق تفرد فيها لأنه منا لألك، هذه مش لألك حبيبي، أنت مضطر تدافع عن حالك. بس أنا بدافع عن حالي وآخرة النهار اللي لازم أقوله بقوله. أنا خلقت بطرابلس مثل ما قالت مدام هيام. طرابلس هي مدينة إسلامية، وبقول لك أنه مرات كتير مرقت بهالقصة. وقت اللي لازم أقول بقول، وقت اللي داعش عملوا اللي عملوه بالعراق، أنا كنت رايح زور أهلي والبناية عندنا كلها إسلام. فيك تتصور أنه بهذاك النهار أنا كنت عم بغلي مش طايق، صفيت سيارتي بالباركينج وبدي أمشي شي 3-4 دقايق. أنا من العادة بتطلع بقول بونجور للناس لأنه جيراننا، يومتها ما طلعت بحدا، حطيت راسي بالأرض مش قادر أطلع فيهم، ماني قادر أقبل. فت على البناية وقفت على الأسانسير بدي أطلع، بيقوم بالصدفة بيكون جارنا أبو محمد مسلم. طلعت فيه قلت له صباح الخير، رجعت حطيت راسي بالأرض. وقت وصل الأسانسور فتح الأسانسور بده يفوتني، قال لي ليك يا جار اوعك تنسى نحن منعرف انكن أوادم، انكن ناس منيح. أنا لا نزلت قدامه، بس هيدا الموقف اللي هو كان موقف صبر رغم انه كانت كل عيوني عم بتلومه قلو لكل اللي علي عملوه. اذا بدك هيدي هي المحبة، ان نعرف نقول كلمة الحق. كان فيني اوصل عليه وانشر عرضه وقل له كلامه ما كان قدر يرد علي، بس انا ما عملت هيك. وبعيوني قلت له اني انا مش راضي عن اللي عم بصير. صدقني انا مطران يعني، حتى اوقات بيقولوا لي ما لازم اروح كتير عطرابلس يقوم يصير شي ليقوم بدري شو، انا بروح لانه اهلي قاعدين هنيك. صدقني ولا مرة بمشي بالشارع الا من الناس، وكتير ببنيتنا بالطابق الثاني الله يرحمها الحجة ام ناجي، انسانة مسلمة راحت على مكة 100 مرة ما بعرف قديه، كل مرة كانت تنطرني تنزل من الباب تروح على القداس، توقف على البلكون عمرها 90 سنة تنطر تيطلع ابن الجيران تقول لي ابونا، الا نعم يا حجة. من الطابق الثاني تقول لي صلي لي، وأنا قل لي دعي لي يا حجي قدام كل العالم. الخير بيعمل
بيعمل إذا نحن قبلنا أن نمشي فيه. مرسي على وقتكم، بعرف انتم قديه تعبانين، ومرسي على عن جد على انه هيك التقينا. ثانك يو.